اليوم نقرأ في كتب السير عند الصوفية وعند غيرهم يقول فلان سيدنا والولي الفلاني وسيدنا فلان وسيدنا فلان، وآخر شيء يقول وكان رضي الله تعالى عنه لا يصلي جمعة ولا جماعة. الله، يا المجرم، كل هالمدح وكل هذا، وفي الأخير وكان رضي الله تعالى عنه لا يصلي جمعة ولا جماعة. ليه؟ قال لأنه يصلي في مكة ويصلي في المدينة، ما يصلي هناك، ما يصلي عند أهل القرية أبدا. ها، أقول لكم قصة ونختم بها، يعني مع أنه والله الكلام كثير في محمد صلى الله عليه وسلم. ها، بكرة إن شاء الله حاضرين. أقول لكم قصة ذكر لي إياها شيخنا الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه رحمة واسعة، تعرفونه اللي اليوم يسمون الجامية نسبة إليه، مثل ما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان يا حبذا هالجامية، يقول كانت هذه هي الجامية مرحبا، يقول ها الله أكبر. قبل شهر مرينا عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه ووفقه الله وثبته الله شيخنا الشيخ صالح، قال ما دريت، قلنا هاي شيخنا، قال صاروا يسموني الجامي. الشيخ محمد أمان عندما يعني كان في البلاد في الحبشة يقول وكنت طفلا صغيرا يعني 9 سنوات هكذا، وبعدين طبعا هاجر على طول بعدها إلى المملكة وجاء نزل عند الشيخ السعدي وسكن عند الشيخ السعدي وتعلم، ثم أرسله الشيخ إلى الرياض. فالمراد يقول فأذكر لشيخنا الشيخ السعدي قصته مع الشيخ اللي درس عليه في أفريقيا في القرية عندهم، كبير ولي من الأولياء، فيقول يدرس في يعني بيته في المكان في الديوان، وبعدين يأذن مثلا للصلاة فالكل يخرجون هو ما يخرج، فيقول عند الأذان على طول يقوم يعني مريدين هذيل اللي حواليه يمسكون مثل شرشف كبير جدا، واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا، وأربعة يعني، ها، ويجون الشيخ الآن جالس يجيبون الشرشف هنا مثلا، ها، اثنين وراء واثنين قدام، ويرفعون الشرشف وينزلونه، يرفعون الشرشف كذا وينزلونه، يرفعون، ها، والشيخ يقرأ بعدين يقطون الشرشف عليه، فالشرشف ينزل على الشيخ من على رأسه وينزل طبعا على الأطراف إلى الأرض. يقول والناس كلها تخرج تروح للصلاة، والشيخ وين؟ تحت الشرشف. الشيخ تحت الشرشف الآن، هدوء وسكون. فيقول أنا لأني صغير أحيانا ما أخرج، يعني أظل قاعد، أظل قاعد. يقول وهكذا، يقول وبعدين إذا جاءوا هم من الصلاة هم طبعا يدخلون قبل الناس، وبعدين الناس تيجي تقعد والشيخ ما زال سكون هكذا، بعدين يسمعون أصوات كذا، يسمعون صوت ويسمعون ذكر ويسمعون كذا أصوات، فيرجعون على طول يرفعون الشرشف كذا كذا، واحد اثنين ثلاث، طلع الشيخ، جاء الشيخ. أول ما يطلع الشيخ يقول خاص في موسم الحج يقولوا كذا، يقول شفت فلان وفلان من أهل القرية، شفتهم يطوفون حول الكعبة. يعني اليوم وين صلى الشيخ؟ في مكة يا شيخ. هو وين؟ في الحبشة. في اليوم الثاني يقول شفتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قريب من الروضة، قريب من الروضة، يعني مرة يصلي في مكة مرة يصلي في المدينة، ما يصلي مع الجماعة أبدا. فالشاهد الشيخ يقول أنا أقول هالكلام حق الشيخ السعدي رحمة الله عليه، فيقول الشيخ ضحك ضحك ضحك، مع أن يقول أنا ما تنبهت إلا ذاك اليوم اللي قالها الشيخ، الشيخ محمد أمان يقول والله ما تنبهت إلا يومها، يقول فعلا وين عقولنا. فيقول الشيخ ضحك ضحك، وبعدين قلت له شيخنا ليش يعني؟ قال حقيقة أنكم أفارقة، يقول ها؟ هذا كلام الشيخ السعدي، وهذا نقل لي بالسمع مباشرة شيخنا الشيخ محمد أمان، هو أيضا أفريقي، هو أفريقي أيضا، قال حقيقة أنكم أفارقة وعبيد، يقول خير يا شيخ؟
كان الحين مواقيت الصلاة في مكة والحبشة وحده أذن عندكم في الحبشة، مو معناها الصلاة تقام وين؟ في مكة. المواقيت تختلف ساعات بين مكة وبين. يقول سبحان الله، والله الشيخ يقول، يقول فعلا يوم تلأذن فعلا، وأهل القرية كلهم أنه ما دام أذن مؤذن الحبشة الشيخ الآن يروح وين؟ يروح مكة. طيب المواقيت تختلف. يقول ما تنبهت والله إلا يومها قلت لله در الشيخ حقيقة الشيخ شيخ. رحمة الله عليهم جميعا يا أخوان. فالمراد والله كثير يرون أن بعض الأولياء يسعه الخروج عن بعض شرائع محمد، هذه تهدمها وتقطعها عقيدة ختم النبوة. ختم النبوة إيش معناها؟ لا نبي، ها، لا رسول، لا وحي، لا جبريل، لا تغيير جزئي، لا تغيير كلي، ولا أن أحداً كائناً من كان يسعه أن يخرج عن مسألة واحدة من تشريعات محمد. الدليل عيسى بن مريم، والله حتى الإمامة ما يتقدم لها، مع أنه أولى بالإمامة من المهدي، لكن ما يتقدم للإمامة، يصلي خلف حتى الناس لا تشك أنه هل صلى نبياً رسولاً يعني من أولي العزم، ولا صلى تابعاً لمحمد. فهو تابع لمحمد. وربنا عز وجل في القرآن أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء، كل نبي في زمانه يبعث يأخذ عليه ربنا عز وجل العهد أنه إذا كنت نبياً وتمارس النبوة والرسالة وجاء محمد تترك اللي عندك وتتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الولي اللي يستطيع أن يخرج عن شريعة محمد في مسألة؟ وفي إيش؟ في الصلاة يا عبد الله ما يصلي. يقول وكان رضي الله عنه لا يصلي جمعة ولا جماعة، هذه قالوها حتى في أحمد البدوي، اقرأ في آخر ترجمة أحمد البدوي، لا يصلي جمعة ولا جماعة، ورضي الله تعالى عنه. رضي الله على ماذا؟ وهو ما يصلي لا جمعة ولا جماعة.